حديث كركوك. لهذا المتحدث باسم سفير الولايات المتحدة ببغداد دعا اليوم كل الأطراف إلى وقف العمل العسكري فورا واستعادة الهدوء بكركوك. المتحدث قال أنه السفارة تشعر بالقلق الشديد بعد وصول أخبار عن وقوع أعمال عنف في المدينة وسقوط قتلى وجرحى. لكن بيان السفارة بالوقت نفسه أكد على تأييد الممارسة السلمية للإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز والإقليم بما يتفق مع الدستور العراقي بجميع المناطق المتنازع عليها. تداعيات مشكلة كردستان كثيرة، ومنها اللي ذكرها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن اليوم، من أنه أنقرة راح تغلق المعابر الحدودية مع كردستان بالتدريج وبالتنسيق مع بغداد وطهران. بس موضوع طهران بالنسبة للي صار من البارحة واليوم يجوز بيه وجهة نظر. بهالخصوص أيضا أنقرة أعلنت اليوم عن إغلاق مجالها الجوي مع إقليم كردستان، وبنفس الوقت سلمت معبر إبراهيم الخليل للجانب العراقي. هذا الملف جزء من تداعيات الأزمة، أما ملفنا لهذه الليلة فهو تشرين اليكتي يثأر من آب البارتي. خلونا نفوت دايركت ونباوع الكركوك ونحاول ننزع قشورها عسى أن نعرف معنى الحدث اللي صار بيها. لحد البارحة بالليل كنا على حافة الهاوية، بعدين فجأة لقينا نفسنا نازلين بباراشوت النص كركوك وبدون إراقة قطرة دم وحدة. هذا واحد من القشور الأساسية اللي فاجأ مسعود برزاني وخلاه يضرب إيده بالحائط ويقول حتى أنت يا بافل هيك تخون عمك، قالها كاك مسعود وهو يقصد وياهي روخان اللي كانت قاعدة بصفة البارحة باجتماع دوكان، واللي يبدو وكأنه كان مجرد ذر للرماد بالعيون أو مناورة لتشتيت الانتباه عن القشر التالي بالحدث اللي يريد نعرف معناه. أما لاهور فثالث وثلاثة إذ هم في الغار يسلمون مفاتيح كركوك القاسم سليماني مثل ما توقعنا البارحة، ومثل ما اتهمهم البارتي اليوم اتهام خطير عززه بيان وزارة البيشمركة الرسمي، واللي قال أنه الهجوم على كركوك تم من قبل الحرس الثوري الإيراني، وهذا معناه تدويل للأزمة وفتحها على آفاق غير معلومة العواقب. ممكن أمريكا تدخل على الخط، وممكن دول إقليمية وحتى إسرائيل، هيجي حسبة أربيل ربما. بس السؤال هنا هو منو المسؤول عن هاي الخيانة؟ أربيل تسأل والجواب حاضر جوا قشر آخر، أكو غير بافل وهيرا ولاهور اللي خانوا تطلعات الشعب الكردستاني؟ هذا المنطق اللي راح يشيع لاحقا ويوسع الهوة بين أربيل ومعارضيها، وبالتالي يخلينا أمام إقليمين وكردستانين وستراتيجيتين، واحدة منهن تقول أنه تسليم حقول النفط للقوات الاتحادية أفضل من تركها تنسرق عيني عينك وتروح أموالها بحسابات حزبية معروفة. هالشكل قالت آلة طلبان اليوم بلكنا ميز التيار مام جلال دائما، وذولا هم ورثة هذا التيار بالأحرى. قياديين غلبوا خيار الإدارة المشتركة اللي أعلن عنها بافل طلباني وانطتها أربيل الإذن الطرشة، يعني الاستراتيجية هي العودة لوضعية ما قبل اجتياح داعش للموصل، مركز كركوك للاتحاد وأمنيا تحكمها البيشمركة والشرطة الاتحادية. الأهم من هذا عودة حقول النفط لإدارة بغداد، وهنا تسكب عبرات أربيل لأنه مشروع الاستقلال كل قائم على حقول النفط، بدونها ماكو استقلال إلا بالمشمش. منين يصرفون على الدولة إذا مو من نفط كركوك؟ أي نعم الصراع ظاهرا على الانفصال، بس بالجوهر الصراع على الحقول. كل اللي صار حول أربيل هو تقشير بصلة كبيرة للوصول إلى الثروة، بدونها ماكو دولة. لهذا بعض المراقبين قرأ موقف اليكتي المتعاون مع بغداد على أنه إعلان شديد اللهجة لبدء استراتيجية نهائية مفادها البقاء ضمن العراق الفيدرالي وتنظيم العلاقة مع بغداد بما يحسن وضع الكرد
ومن ثم البدء بمفاوضات ماراثونية حول وضع كركوك. بنظر أربيل هاي خيانة، بس بنظر الناس الفقرة هاي خروج من نفق مجهول لطريق معلوم، والحفاظ على مكتسبات الإقليم وتطويرها، والنتائج ممكن تظهر أسرع مما يتوقع أهالي الشطر العاقل والشطر المجنون بكردستان. مثلاً معابر السليمانية مع إيران ممكن تنفتح، مطار السليمانية ممكن يستثنى من الحظر، الطائرات ترجع تطير، والسياح يرجعون، والأموال تتدفق، وحتى رواتب البيشبرقة والموظفين ممكن تندفع ويجوز بأثر رجعي. يعني تحيا السليمانية، الموت لأربيل إذا ظلت معاندة. كل هذا مفهوم ويعزز موقف التحالف الدولي البارد من الأحداث. يعني الموضوع يبدو وكأنه أكو ضوء أخضر من الجميع لوقد مشروع الانفصال. وكنا نتذكر من الأمريكان أبلغوا برزاني أنه إذا أصر على الاستفتاء فراح يعوفوا يدبر أموره ويا خصومه وما راح يحموه. هذا اللي صار. زين وراه ايش راح يصير؟ منو سيد كركوك القادم؟ شنو الخطوة التالية اللي راح يتخذها كل من كاك مسعود، نجم الدين كريم، كوسرة رسول؟ أسئلة متغطية بأسئلة، أسئلة مثل قشور البصل، تنزع قشر يطلع لك قشر، تنزع قشر يطلع لك قشر، وتالي كل شيء ما تلقى. الشيء الوحيد اللي تلقاه هو حقيقة إنه بصل كركوك طيب، خاصة إذا تشوي على النار الأزلية. مرحب بكم ونناقش هذا الملف مع السيد جاسم محمد جعفر اللي ابتسم ابتسامة عريضة هسه وخلاني ابتسم وياه، نائب عن دولة القانون، والسيد محمد تميم رئيس الكتلة العربية النيابية. وعبر الهاتف مع الأسف ما حصلنا حجوزات اليوم بكردستان، عبر الهاتف السيد عرفات كرم نائب عن الديمقراطي الكردستاني، وكذلك السيد هوشير عبد الله نائب عن كتلة التغيير. أرحب بكم ضيوف الكرام، بس عندي ملاحظة حول حاولنا قدر الإمكان اليوم نحصل ضيف من الاتحاد، اتحاد الوطني الكردستاني، اتصلنا تقريبا بالجميع، نواب، مسؤولين حزب، أحد لو ما يجاوب على التليفون لو يبلغنا أنه ما يقدر يطلع بالحلقة اليوم. الغريب أنه لغة التخوين اللي استخدمها البارتي الظاهر مأثرة بهم، رغم أنهم اليوم قاموا بدور كبير جدا، حافظوا على وحدة العراق، طبقوا الدستور، ساعدوا الحكومة، حقنا والدماء، يعني سويتوا يا يكتي رفعت راس، ليش ضامن روسكم؟ اللي سويتوه حافظتوا على وحدة البلد، طبقتوا الدستور اللي أقسمتوا عليه بالبرلمان، مو هيك استاذ محمد؟ اي تمام. تمام. خلينا نبلش بالحوار، وأرد أبدي من السيد عرفات كرم إذا تسمحوا لي وياي عبر الهاتف. سيد عرفات رحب بيك، ولماذا هذه اللغة التخوينية للاتحاد؟ على الرغم من أنه اللي سووه مو مخالف للدستور من تعاونهم مع الحكومة الاتحادية. شكرا جزيلا وتحياتي للضيوف الكرام وللمشاهدين أيضا. أولا أستاذ أحمد، نحن لم نخون الاتحاد الوطني كحزب، وإنما ركزنا على بعض الشخصيات الذين حقيقة شوهوا سمعة حزبهم، لأن هذه الشخصيات المعروفة في هذا المجال الذي قاموا بهذا العمل الذي قاموا به رعرعوا في أوروبا، وهم ليسوا مثل شخصية كوسرة الشيخ جعفر، لم يعني يشاركوا في جبهات القتال ولا مع البشمركة. الشيخ جعفر وقوات السبعين لم تطلق رصاصة يوم أمس، وأيضا سمحت للقوات الاتحادية بالدخول. وقد صرح اليوم على إحدى القنوات الكردية لأن الجيش الإيراني، وقل إيران هي التي أشرفت على هذا المحور، فلذلك لا يمكن أن نقاوم دولتين في وقت واحد، هذا الذي قد صرح به، خاصة مع غياب صدام حسين عن السلطة والحياة. أي نعم. طيب، فلذلك هل لديك سؤال آخر؟ لا تفضل 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 أسمع وجهة نظرك. فحقيقة ما حدث مؤسف جدا، لأنه أولا بغداد لم تنتظر ماذا في جعبة رئيس الجمهورية من مبادرة، يعني قبل أن يصل إلى بغداد فإذا شعب كردستان يفاجأ بهجوم مباغت،
هل لا انتظرت بغداد قليلا ماذا يحمل رئيس الجمهورية من رسائل؟ فنحن قلنا تسمح لي أعطيك معلومة حصريا حصلنا عليها بالبرنامج؟ نعم. رئيس الجمهورية والسيدة هيرو والسيد بافل اجتمعوا وياكم باربيل، كانوا مبيتين المحبس ويا العبادي، اجتمعوا لي متفقين. لا لم يكن من هذه المجموعة، إنما كان يحمل هما عظيم. زين، معلومة ثانية، أنت تعرف البارحة من انتهى اجتماع دوكان السيد بافل والسيد لاهور اجوا لبغداد واجتمعوا بالسيد العبادي؟ وبعد انتهاء اجتماعهم تحركت القوات. هذا الشغل، حافظوا على كركوك، حافظوا على اهلها، ودخلت القوات بهدوء، وهذا اللي راح يصير والمفروض يسويه البارتي في بقيه المناطق المتنازع عليها. نحن نتعامل مع الجهه السياسيه، المكتبان السياسيان الديمقراطي والاتحادي وافقوا في دكان على مشروع، على مبادره. لكن ما حصل امر مؤسف، يعني كما يقول العرب يعني دبر بليل. لكن الذي اريد ان اركز عليه، يعني هل لا نحن اطلقنا مبادره الحوار؟ يعني لابد ان تكون هناك يعني موافق على هذا الحوار الذي نجري، وهذا الحوار نحن ركزنا انه حوار مفتوح ونناقش جميع القضايا واجندات مفتوحه. يعني ربما كما هناك السيد العباد تحدث عن يعني إدارة مشتركة، يعني جميع القضايا يمكن أن نناقشها ضمن هذا الحوار، لكن أن نفاجئ شعب كردستان بهذا الهجوم. كمراقب أخشى أن البارتي يتمسك بالاستفتاء وما يلغي ويتفاجئ أنه علم العراق رفع بأربيل أيضا. لا، أولا الحديث أستاذ أحمد، ما يحدث في كركوك وما حدث ليس له أي علاقة بالاستفتاء. يعني سواء أجرينا الاستفتاء أم لم نجريه، هذا الأمر كان سيقع، لأن هذا الأمر كان مبين. يعني حقيقة ما حصل يعني حقيقة مؤسف جدا، لأنه نحن اتفقنا مع الأمريكيين ومع الحكومة بغداد قبل تحرير الموصل أنه لا يمكن أن نستخدم الجيش مثلا القوات العسكرية في حسم القضايا الخلافية. لكن ما حصل مؤسف جدا، يعني ما حصل في مصر مثلا، الجيش لن يتدخل في الصراعات السياسية، لكن ما حصل في العراق حقيقة أنه أنا متأكد أن هناك جهات خارجية حرضت الجيش العراقي والحشد الشعبي من أجل اقتحام كركوك. لذلك هذا الأمر ليس له علاقة لا بالاستفتاء ولا بأي أمر آخر، إنما هذا الأمر واضح مؤامرة. يعني حيكت بكل ذكاء من أجل اقتحام كركوك. خلينا نشوف أستاذ محمد تيمين مشترك بهذه المؤامرة ولا لا. أي مؤامرة؟ هاي المؤامرة يشيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية إليك وللضيوف والمشاهدين الكرام. حقيقة هو يوم سعيد، السبب أني أطلق عليه أنه يوم سعيد أنه حقنا الدماء ولم يكن هناك اقتتال، وأنا أعتقد الجناح العاقل في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي راهنا عليه قبل إجراء الاستفتاء وتحدث معنا أن الاستفتاء سيتأجل على الأقل في كركوك والمناطق المتنازع عليها، أو في اللحظة الأخيرة اختطف الموقف من الاتحاد الوطني من قبل بعض القيادات القريبة من الديمقراطية، وهذا معلوم. وحتى عندما أمهل السيد رئيس الوزراء 48 ساعة الأخيرة قبل بدء دخول الجيش إلى كركوك، توجهنا باللوم، ما أخفيك، توجهنا بلوم رئيس الوزراء، لكن ربما كان له حكمة أكبر ونظرة أكبر في هذه القضية، أن الاتفاق كان على وشك أن يتم، وهذا الإجراء حقيقة هي ليست خيانة، هي حق للدماء. الذي يوصف بالخيانة هو الذي يريد الحرب ويريد الاقتتال. الذي حصل أنه الجيش العراقي الاتحادي دخل إلى مدينة كركوك لإعادة فرض سلطة الدولة عليها، والجيش يضم العرب والكرد والتركمان ويضم كل هذه المكونات. وأيضا أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة الإدارة المشتركة لهذه المدينة، ولا أعتقد أن هناك مواطنا عربيا أو تركمانيا يريد أن يستحوذ على المدينة. إيه بس أنا من حقي أسمع وجهة نظر السيد عرفات، من حقي أسمع وجهة نظر البارتي، إني يشوفون إن أولا العملية، طبعا السيد العبادي ما قصر، اشتغل خوش شغل رتب العملية كلها بتنسيق ودفع من تدبير السيد قاسم سليماني، فضلا أنه قادت. لا مو كلها، لا قادت مو كلها، لا لا مو كلها، مو كلها كان لدور، نعم رتب، نعم كان يعني عمل دور الوسيط، نعم. منو يقنع الاتحاد؟ منو يقنع الاتحاد انه القوات تجي
ومن يقنع السيد بافل والسيد يعني انت تعتقد لاهور يجي للسيد العبادي البارحه لبغداد تعتقد بعد ان قرر الدور اللي يشير له السيد عرفات موجود دور ايراني في هذه الصفقه واضح وحتى الحديث عن قاده ميدانيين تسمح لي هو الدور الحديث عن الدور الايراني نعم كان دور ايراني دور للسيد قاسم سليماني وكان هناك دور ايضا ربما من بعيد دور تركي وكان هناك تنسيق عالي في هذه القضيه لكن أنا السؤال اللي يطرح نفسه ليش خلونا نصل إلى هذه؟ أنا في هذا المكان قلت أتمنى لا يضطرونا لفتح باب التدخلات الدولية اللي إذا انفتحت لن تغلق في هذا المكان وصل واضطرينا إلى أن نصل لها يعني أكو من يتحدث يقول لك الجيش حسب الدستور ما يدخل بالصراعات منو قال لك إحنا نريد يدخل صراعات بالعكس إحنا الجيش الآن دخل لحماية كل المواطنين ومن هذا المكان هي رسالة لكل أهلنا في كركوك الكرد أولا والعرب والتركمان بالعودة إلى بيوتهم هذا الجيش يجي ليحميهم ما جه حتى يعتقل أحد أو ينكل بأحد أو يضطر أحد إلى الهجرة ولهذا دعوة للذين خرجوا هذا اليوم بناء على المسموعات والترويج وعلى الذين أرادوا خلق فتنة بين مكونات كركوك أن يعودوا إلى بيوتهم لن يتجاوز عليهم أحد وهذه التأكيدات من القائد العام ومن الجيش ومن القوات الأمنية التي تمسك الأرض ولذلك أعتقد كركوك بكل مكوناتها اليوم تعيش فرحا حقيقيا جيد سيد جاسم محمد جعفر اكو مثل عندنا شعبي يقول خوفك من السكوتي واحذر القريبين من الارض سيد العبادي جاي يسوي جاي تكتيك شلون اجوا الجماعه البارحه وزاروا هنا شلون وراها بدت العمليه بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ودكتور محمد واستاذ عرفات وجميع المشاهدين طبعا ما اتصور يعني تخمينك صحيح بأنه إجا وزارة نعم كان هناك اللقاء في غير مكان إيه؟ تلفونات وغير مكان ممكن إيه؟ أما لم يكن هناك حضور ميداني في كل الأحوال لا 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 هم جوا البغداد لا ما جوا البغداد تتراهن تراهن من عشر نعم تراهن ما جوا المهم أن أقول بأنه ترى قضية يعني إعلان يعني ساعة الصفر كان قبل يومين بصراحة ولكن طلب السيد رئيس الجمهورية بفرصة أخيرة على أن يتحدث مع قادة الكرد على أن يبرزوا على أقل تقدير بشكل غير مباشر بأنهم سيفكرون في قضية بطلان الاستفتاء سيفكرون ولكن الطرف المقابل خرج يعني ببيان اجتماع دوكان نعم ساعة الصفر دوكان نعم وجماعة بالاتحاد باليكت يعرفون ساعة الصفر بتحددوا نعم التفكير وراحوا لدوكان نعم القسم يعرفون زين ترى مو كل الأطراف أكو أطراف متشددة كما قال الدكتور محمد أطراف داخل تحالف داخل الاتحاد الوطني متشددين وقد يكون هم صاحب السلاح والقوة يعني محافظ كركوك بارحة بالليل يعني يعتمد على PKK ويخرج في داخل كركوك ووراء على PKK ويهدد بارحة بالليل ويتحدث وكأنه هو صاحب السطوة في كل الأحوال أنا أقول بأنه العبادي أعطى كل الفرص ورغم بأنه كان متفق مع الجهات الدولية بأننا سوف يعني البعض يقول تحرير كركوك لا كلمة تحرير بصراحة مو صحيح بسط سيادة الدستور والقوانين في أي مكان العراق منها كركوك وبالتالي عندما أتى القوات أتى تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة واضح وبالتالي كان بصراحة لو كان كلمة واحدة في البيان بأننا سنفكر في قضية الاستفتاء أنا صور كان يتأجل الهجوم على كركوك بأسبوعين ثلاثة أو شهر هم سميته هجوم إعادة السيطرة إعادة الوضع إلى ما كانت عليه قبل 2014 خلينا نروح للسليمانية سيد هوشار عبد الله ناب عن كتلة التغيير والسائل غصة اليوم السليمانية بأهلنا الأكراد اللي بكركوك لأن يبدو انه مخيلتهم مليانه انه اي قوه تتحرك من بغداد تجي باتجاه الكرد هي تجي تذبح وتدمر وتقتل وتضرب كيمياوي احنا ما شبابنا راحه وما شاء الله يمكن ما اثارت الا كم طلقه بسبب اللي صار البارحه في الكتكريت بس كم طلقه والحمد لله خسائر كلش قليله ومحدوده جدا ليش اهلنا يجي غصت بهم سليمانيه واربيل استاذ احمد تحيه طيبه لك ولضيفك الكرام ومشاهدي قناتكم الكريمه في البدء اعزي انفسنا وكل العوائل اللي راحوا ضحيه هذا اليوم المسؤول وليس يوم السعيد و
ايضا نطالب الله عز وجل ان يشفي جرحى الاحداث اليوم اللي صارت. استاذ احمد ما اعرف انت جناب ما تكون عندك علم، ولكن هناك خسائر بشريه. لو كان هناك شخص او شخصين او 100 شخص، كل دم وكل قطره دم العراقي كلها عزيزه، كلها عزيزه. لكن انا ادعوك ان نرجع شوي لورا، وشلون كنا نتخيل لو تحرك الجيش باتجاه كركوك شي يصير من مآسي ومن دمار. الف رحمه على روح كل من توفى، وان شاء الله الشفاء للجرحى، وكل قطره دم عزيزه. لكن قياسا 10 15 ينجرحون يستشهدون بالقياس اللي كنا نتخيله، لا نحمد الله وشكرا. لا المهم استاذ احمد انا اختلف مع جنابك، لان حتى شخص واحد حتى لو مجروح بالنسبه لي كارثه انسانيه، خاصه بين ابناء وطن الواحد. على كل المعادله معادله كركوك استاذ احمد معادله صعبه. القضيه الكرديه منذ تاسيس الدوله العراقيه الى يومنا هذا واحد من اهم المفاصل الاشكاليه بيننا وبين الدوله العراقيه قضيه كركوك والمناطق المتنازعه عليه. ولكن مع الاسف الشديد بسبب سوء الاداره وبسبب سوء اداره الازمه الموجوده سواء الان او في السابق، كان هناك حتى الان هذا النفس او هذا التصور اللي جنابك قلت بانه هناك تصور بانه اي قوه او اي جهه تجي من بغداد تتذكر كل المآسي والويلات اللي صارت على الكرد. بالتالي اذا نعتبر بأن قضية كركوك وسيطرة القوات الاتحادية بشكل كامل على كل هذه المناطق وكأنما نصر على البيشمركة وعصر نصر على القومية الكردية، أنا أعتقد نفس خاطئ. منو صرح؟ لا لا لا، جاءت قسم موقفك هذا بناء على اللي جاي يشوفه بالفيسبوك بعض الانفعالات الشعبية. روح لي على بيان الحكومة، روح لي على بيانات القادة السياسيين اللي طلعت اليوم، روح لي على مواقفهم هاي وقيس قيس الموقف، منو مشمت منو قايل نصر معه. المشكلة أستاذ أحمد أنا شفت مجموعة من الانتهاكات الجسيمة يعني من قبل القوات العراقية ومن قبل إخوان الحشد الشعبي وأنا أرى وأنا أعرف أنه في السابق كان هناك أيضا الانتهاكات، ولكن يجب أن نعترف أنه إذا نقبل أو ما نقبل أنه المعادلة ما انتهت من اليوم. هناك أعتقد الـ يعني الأحداث في غلالها في الايام المقبله. لعد كان عاجبك الوضع السابق اللي انت طالما اكدته انه نفط كركوك جاي يصدر ويروح لعائله برزاني، منك سامعاني واكثر من مره، كان عاجبك لا الوضع؟ لا اخي العزيز، النفط كركوك وملف النفط في اقليم كردستان ليس عليه اي شفافيه، وقلنا مرارا وتكرارا ونؤكد مره اخرى، ولكن اخي العزيز ولكن قضيه كركوك وقضية قضية المناطق المتنازعة كأرض كمشكلات الكرد بشكل عام مختلف تماما عن قضية النفط. أنا بدوري قلت بأنه يجب أن تكون على من قبل الدولة الاتحادية السيطرة على ملف النفط بشكل عام حتى تكون هناك الثروات تعود إلى الناس بشكل عام. هاي من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدي أي عتب لنوع من السيطرة الاتحادية في كل المناطق، ولكن وفق الدستور وفق مادة المية وفق الدستور مجموعة من المواد الدستورية يجب أن تكون فكرتك واضحة. في هذه المناطق الإدارة معا مع بعض يعني جيد. وهذا اللي صار بكركوك اليوم. جيد، خليك وياي الفكرة واضحة، وخليني أنطلق من آخر عبارة تفضلت بها وروح سيد عرفات. سيد عرفات الحكومة ناوية ترفع العلم العراقي في كل المناطق المتنازع عليها، ونسبة كبيرة من عندها اللي بقى باعتبار اليوم جلو لا ما شاء الله انتهت ورفع العلم وصار تفاهم بين اللكتي وبين مو بس سهل لينا وبارك زين سهل لينا وسنجار على تل عفار على حدود أطراف يعني المناطق اللي سيطر عليها بيشمرقة قسم البارتي، وهاي باكر عقب الحكومة ناوية عليها، ما ناويين انه الان تخففون من هذا التعنت الموجود عندكم وتسمحون مثل ما سمح الاتحاد مشاركه الحكومه لكم في ادارتها حسب الدستور. استاذ احمد حقيقه يعني لماذا وصلنا الى المرحله الحرجه؟ لاننا لم نطبق الدستور. يعني الان الحكومه الاتحاديه مثلا الحشد الشعبي دخلوا كركوك والمناطق المتنازع عليها،
هل سيبدأون بتطبيق المادة 140؟ هذا سؤال جوهري. والأمر الآخر، جميع الأحزاب الكردستانية متفقة أنه لا يمكن حل المشكلة بهذه الصورة. يعني مثلا ربما حصل هذا الخرق الأمني في كركوك، هل تتوقع أن يحصل ذلك في سنجار أو سهل نينوى؟ بكل تأكيد لا. الشعب سيقاوم لأن هذا الأسلوب ليس أسلوبا ناجعا. الأسلوب الناجع هو الحوار وحل المشاكل. لذلك في تصور أستاذ أحمد أن بغداد شوهت سمعتها لأسباب. أولا، هذا الانتصار الذي حققناه معا ضد داعش حقيقة تحول إلى مهزلة، لأنه كيف يمكن لدولة أن تستعين بمنظمة صنفت في الآونة الأخيرة في قائمة الإرهاب في الخزانة الأمريكية تستعين بهذه المنظمة الإرهابية؟ والله تجيب البكك، تجيب البكك اللي مصنف إرهابية، أجيب الحرس الثوري المصنف إرهابي. سوى أستاذ أحمد، يا أسعد عرفات، يا عيني اللي طبوا اليوم ولدنا، ولد ولد الملح مثل ما يقول أستاذ أحمد، ولدنا طبوا قواتنا الأمنية، نفس اللي قاتل الداعش، أهل البدلات السود، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الرد السريع، دول اللي طبوا اليوم. أستاذ أحمد، أنا لا أريد منك أن تكون معي ولا أن تكون ضدي. زين، أريد منك فقط أن تستمع إلي. تفضل. هذه ذريعة لأجل تدخل التركي أن وجود الفككي. ليس هناك وجود فكك في هذه المناطق أصلا. زين. نحن أول من طالبنا بخروج الفكك في هذه المناطق. الأمر الآخر أستاذ أحمد، حقيقة الآن يعني كثير من الكونغرس الأمريكي الآن على الخط وهم يتحدثون أنه كيف جون مكين اليوم بعد، وأيضا تصريحات من البنتاغون أنهم حقيقة ينظرون بقلق جدي حيال ما حصل في كركوك، أنه كيف يمكن هذه الأسلحة التي قدمت للدولة العراقية لمقاتلة داعش أن تستخدم في الخصومات الداخلية. الأمر الآخر حقيقة والمؤسف أنه هذا الأمر يعني الأمريكان لو ما راضين على الوضع ولو ما منسقين، شوف تخيل وين وصلت، وصلت قاسم سليماني ينسق الأمريكان، وين وصلت الموضوع يا بارتي؟ الأمريكان لو ما راضين كان ما طلبوا من رعاياهم التزام اللي بكركوك، التزام أماكنهم وعدم الخروج، كان طلبوا، كان سووا عملية خاصة وأجلوا رعاياهم لو ما راضين عن الوضع، كان طياراتهم قصفت ومنعت القوات العراقية التقدم. جماعة دعنا لا نخلط. تفضل. اسمح لي، دعنا لا نخلط الأوراق. أولا، أنتم لا تركزوا على الفارسي، هناك أكثر الأحزاب الكردستانية ترفض هذا الأسلوب الذي لجأت إليه بغداد. يعني ليس هناك حزب كردستاني قد رحب، حتى أستاذ هشار وهو يعرف يعني مواقفه وتساب الديمقراطية الكردستانية يرفض هذا الأسلوب. نحن قلنا نحن مع الحوار، لكن هذا الحوار أن قوبل هذا الحوار بهذا الأسلوب العسكري الذي استهدف المدني. الآن شعب كركوك نزعوا خوفا. أرجع سؤالي، راح يرجعون، راح اليوم المحافظ الجديد دعاهم والسيد العبادي دعاهم، راح يرجعون يشوفون الأمور صافية، يجوز رواتب راح تندفع، معابر يجوز ينفتحن على إيران، مطار السليمانية يجوز يستثنى، بلكي يسمعونه ويسوون. لا 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 تتصور أنهم سيعودون. ما جاوبتنا على سؤالي، بس افتهمت أنه راح تقاومون أي محاولة للحكومة الاتحادية بالمناطق اللي يسيطر عليها بيشمرق البارتي. لا 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 تقول بيشمرق الفاتري، بيشمرق الفاتري لا، بيشمرق كردستان، لأن جميع الأحزاب يعني مشاركة في هذه العملية في هذه الصومة. دعني فقط يعني أضيف شيئا آخر أستاذ أحمد. يعني حقيقة نحن قلنا نحن مع الحوار، لكن إذا أصر بغداد برفض الحوار واللجوء إلى الأسلوب العسكري، أعتقد أن هذا سيعقد المشهد أكثر، وربما سيدفع شعب كردستان إلى أن يتخذ مواقف أشد شراسة. نحن نريد الحوار، نريد أن نجلس على طاولة لحل جميع مشاكل. أسأرجع أكرر نفس الكلمة وأقول إلغي الاستفتاء وبعيني خادم أنا هالبارحة حكيت، ما أريد أكرر نفس الكلمة. اسمح لي لا خلص، لا عندي ضيوف آخرين والحلقة راح تخلص يا سي عرفات، أرجع لك. طرحت موضوعا خطيرا، الاستفتاء. لا الاستفتاء حكينا به، خلي اليوم خلينا نحكي خطوة كركوك. عذرا أرجوك بس خلي الأستاذ محمد، الجماعة ناويين يقاومون أي محاولة لفرض سلطة هيبة الدولة على المناطق الأخرى اللي يسيطرون عليها كبارتي. انا اعتقد يعني مو من العقل ما تشوف اي مو من العقل مقاومه جيش اتحادي وقوه اتحاديه بهذه القوه وهذه الحرفيه والمهنيه والخبره اللي اكتسبوها بعد مقاتله داعش. يعني ما اعتقد اكو خبره واكو حكمه ستدفع ب
والدليل بس انا اعطيك دليل انا اقول لك انا اعطيك دليل لا انا اعطيك دليل, دليل. لو ما متعاون وياكم اليكتي لو ما متعاون وياكم الاتحاد كان قدرتوا تطبون متر بكركوك لا يطبون امتار ويطبون بها كلها بس تقول لي ايش كم يوم تاخذ تاخذ اما تقول لي ما يطب ايش كم يوم ودماء ما عندك لا ما لا تدفع لا لا مو ما عندي لا انا عندي مشكله بالدماء والدماء من اي طرف هي عزيزه هي دماء عراقيه وما نتمنى لقائد سياسي ان يدفع بهذا الاتجاه مثل ما كان يدفع البارحه المحافظ المقال الهارب نجم الدين اللي كان حتى الفجر يحرض الشعب كركوك للاقتتال وهو كان احد المشاكل واحد المآسي اللي حلت بكركوك خاصه جي. بعد حزيران ولولا ولولا الاتفاق مع الاتحاد كان حتى لا لا هو مذكره القاء القبض عليها ما قدرت تدخلها هو مو جزء هو مو جزء من الاتفاق وهو خارج الاتفاق والكل يعلم هو ملتصق بالديمقراطي منذ وقت طويل وعنده شراكات في قضايا تهريب النفط وبيع النفط وحساب بيع النفط اللي يحصل عليه شهريا 10 مليون دولار وتوضع في حسابات في اربيل هاي كلها معروفه والحكومه الاتحاديه تعرفها وكان حتى السيد رئيس الوزراء كان ياجل متابعه بعض هذه المشاكل لانه ما كان يريد يثيرها في ظل قتال داعش وازمه داعش وهو قال لي يعني انا ما بدي اتكلم عن سر ولكن كان نجم الدين سبب رئيسي ولهذا دعوه الان للاتحاد الوطني من يقدمون لنا محافظ خلي يقدمون لنا محافظ نتفق عليه نحن وهم والتركمان ما راح نوافق على محافظ شلون ما كان يجيبونا يعيد لنا مآسة نجم الدين هاي وحدة موجود أما قضية موجود واحد وصديقك وتعرفه أما قضية أن يجيبونا يرجع تقول لي قاتلون والدليل اليوم الجيش توقف بالحوالي الساعة 3:30 أو 4 على الربع على مشارف على مشارف قرشم قرية قرشم قريبة من الدبس اللي هي يفترض قوات كمال كركوك اللي كان يتوعد بها ويسولف قريبة من حقول نفط باي حسن وهابانة هسه الآن قبل لا أدخل للاستوديو ما بقى ولا واحد سربوا ما يريد يموتون ما عنده قضية يعني ماذا أقول لك البشمركة ما يقاتل ليش ما تقول لا لا ليش ما تقول حكمة البارتي قال لك أنا راح أصادم لا 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 مو على لا 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 مو حكمة لا لا أبد مو حكمة لو حكمة كان طلعوا صرحوا بها كان قالوا يا أخوان إحنا ما نريد نذهب للقتال لا لا مو حكمة لا 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 مو البارحة بعز الأزل البارحة القوات بكركوك وحشوها ايش قالوا؟ جانا امر من السيد برزاني انه ما نبدا بقتال لا مو لكن اذا ضربت طلقة علينا نرد لا مو شوف هو ماسك القاع وماخذ قاعد على كاكات النفط ويقول انا ما اريد حوار وما انطلق قال لي انا مكان الليبي لا الان باي حسن وهابانا فرغت انا فرغت؟ نعم ما بقى بينسحبوا هذا عقل يعني بدا عاقلين يقول لك انا ما عندي استعداد مو لانه ما يقاتل هاي منطقه البارتي لا بيشمرقه قاتلوا داعش وشجعان وانطوا دماء وهي محترمه ومقدره لكن يشعر انه دا يقاتل على نفط دا ينباغي ينحط بحسابات غيره على شنو يموت ماكو داعي ما يؤمن بالقضيه اللي دا يقاتل عنها ويدافع عنها ولهذا انا مسؤول عن هذا القوات المحيطه الان بدها بس انسحبت قوات البيشمركه قوات البيشمركه اللي هي الديمقراطيه البارت للبارت اي نعم ديمقراطنا سيد كمال كركوك اللي يقودها زين والاسا صار الابار صار تحت اداره جزء من نصه يعني تقريبا لا لا البرين الكبير باي حسن وابار اللي كان للبارتي اللي كان للبارتي اللي كان للبارتي اللي كان للبارتي اي انهم استاذ احمد اكو فرد مات الطلابه اكو استاذ احمد اكو فرد شوي غموض ويحتاج توضيح زين تفضل الاخوه بيشمرق الاتحاد الوطني الكردستاني في طوس قرمات وضربوا التركمان وامطروا عليهم وابل من الهاونات زين. من ساعه 2 لحد الساعه 10 الصبح اكثر من 250 هاون على الناس عندنا 7 شهداء وعندنا 63 جريح زين هذا بالنسبه اذا بعض قوات اطراف الاتحاد الوطني الكردستاني التابع الى المحافظ بصراحه باشر وبضرب الناس موقف السيد المحافظ المقال معروف وموقف السيد كوسرة رسول معروف وهم اللي اجوا واتفقوا من كاك مسعود اجى الكركوك صار هذا الاتفاق ويبدو انه هذا الاتفاق هو اللي استفز جناح السيد هيروقان وسووا هذا الاتفاق مع بغداد استاذ احمد النقطه الثانيه الذي يدعي بانه بيشمركة البارتي اشداء واقوياء كانوا في ابار النفط وتركوها بدون اي مقاومه يعني القضيه اذا صارت مو مثل ما يتصور البعض بانه جماعه البارتي انسحبوا جماعه الاتحاد انسحبوا وجماعه البارتي ما قاوموا ولا يقدرون يقاومون في سهل نينوى والان اقول لك من منا الى باكر الصبح تسمع شو يصير في سهل نينوى اذا شفت احد يقاوم اذا شفت احد يقاوم عندك خبر عندك خبر انا اقول لك القضيه واضحه يا استاذ احمد واضحه بان الذي صار كان هناك تأجيج من السيد مسعود البرزاني هو يطلب أستاذ عرفات بأنه للحوار لماذا أتى السيد مسعود البرزاني يوم الثاني من الاستفتاء إلى كركوك ويهدد الجيش والشرطة هل لم يكن هذا استفزازا؟
الذي يريد الحوار يجلس في مكانه ويأخذ ويعطي، يقول بأن الاستفتاء هو مو شو اسمه نازل علينا أن نتفاوض، ولكن يقول أنا أبقى على الاستفتاء وأتشاور وأحاور. هي القضية واضحة مخالفة دستورية، لذا القضية شوية معقدة، يجب أن ننظر له نظرة كبيرة. هناك حالة اختلاف واضحة، هناك بصراحة توافق دولي بأن لابد بسط الحكومة الاتحادية في مناطق المتنازع عليها، وحتى الأمريكان حجوا بعظمة لسان قضية كركوك قضية مختلف عليها. قد نتفق على قضية أقليم ووجود أقليم ونحاول الدفاع عنه والحفاظ عليه، ولكن قضية المناطق المتجاوز عليها لابد أن يرجع للحكومة الاتحادية. حدثوه بدون يعني أي شوائب. سيد هشار عبد الله، يعني هاي لغة التخوين اللي انطلقت والتخوين المقابل، ما تعتقد أنه قد تهدد الإقليم بحرب أهلية كردية لا سمح الله؟ يعني قبل ما نحكي على هذه القضية، هناك سؤال مهم أو سؤال بالحاح. اتهام بالخيانة، الخيانة واحد لازم يسوي ويا العدو. هناك السؤال، يعني هل الحكومة العراقية الآن عدوة للشعب الكردستاني؟ حتى أي واحد قدم مساعدة أو تسهيلات دستورية متهم بالخيانة؟ هذا سؤال مهم. يعني إذا تعترض على سياسة التخوين اللي نسمعها من البارتي من البارحة واليوم، تدري لماذا؟ لأن البارحة كان هناك أنباء بأنه تم الاتفاق بين الأحزاب الرئيسية خاصة الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه تكون هناك مجال للعودة القوات الاتحادية للمناطق اللي كانوا مسيطرين عليه خاصة وراء 2014 ومنذ إخلائها بسبب عدوان الداعشي. ولكن استغربنا بأنه هناك بعض من القوى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني ما قبلوا بهذا الاتفاق، بالتالي صار اللي صار. ولكن المشكلة هذه اللغة، أنا أستغرب، لأن حزب الديمقراطي الكردستاني واتحاد الوطن الكردستاني هم سووا هذا الاستفتاء، احنا كان موقفنا بالرفض، ولكن الآن هم يتهمون بعضهم بالخيانة. أنا أعتقد الشيء الوحيد اللي الآن ممكن الكل نلتزم به هو الدستور. هناك تناقض أستاذ أحمد، مثلا سيد مسعود البارزاني يقول أنا سويت استفتاء لأن ليس هناك التزام بالدستور من قبل الحكومة الاتحادية، والسيد العبادي يقول أنا أريد أن أفرض أو أن أطبق الدستور، وبالتالي هناك أيضا المرجعية الرشيدة يوصي الكل بالتزام بالدستور روحا ونصا. بالتالي أي ليس هناك إشكال بين الطرفين، يعني ما دام هناك التزام مثلا على سبيل المثال من قبل سيد العبادي، وهناك مطلب من قبل سيد البارزاني، وهناك توصية من قبل المرجعية، فلنتفق على الدستور. ولكن هناك تنويه مهم أو ملاحظة بالغ الأمر. بعد ليش السمي يوم مشؤوم من طبق الدستور اليوم وطبق القوات الاتحادية الكركوك؟ أستاذ أحمد، إذا أي يوم في تاريخ الدولة العراقية سقط أي شخص بسبب التهور وبسبب الأخطاء السياسيين، بالنسبة لي يوم مشؤوم أي شخص، يعني أي. لأن الفرد العراقي، كل إنسان عراقي بالنسبة لي دمه زكية غالية تسوى الدنيا وما فيها حبيبي. بالتالي خليك يا سيد هشار أريد أروح سيد عرفات وأقول أنه اليوم يوم صدمة بالنسبة للبارتي، ما متوقع منه موقف، ما متوقع منه رد، لكن باتر شنو ممكن يسوي البارتي؟ أستاذ أحمد، اليوم طبعا صار اجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للحديث عن هذا الموضوع. بكل تأكيد الأحداث يعني متغيرة ومتقلبة بسرعة، ونحن حقيقة يعني ما حصل بكل تأكيد، يعني كلمة السيد مسعود بارزاني دائما كانت تركز على عدم يعني إطلاق طلقة تجاه الجيش العراقي والحشد الشعبي. نبقى في أماكننا، لكن إذا حصل الاستهداف من الطرف الآخر فلا بد من الرد. وما حصل أن البادية أظلم، يعني حقيقة هم بدأوا رفضوا الحوار، كان ينبغي أن نتحاور، لكن مع الأسف الشديد حصل ما حصل. وأنا أستغرب ابتسامة زميلي السيد جعفر ومحمد تميم، يبتسمون وقد قتل
من البشمركة استشهد من البشمركة ومن الأخوة التركمان، نحن لابد أن نكون حزينين لهذا اليوم. لا ينبغي لأبناء شعب الواحد أن يتقاتلوا، نحن قاتلنا داعش معا. اليوم هذا الاقتتال لابد أن يكون يوما حزينا لنا نحن النخبة. وين الاقتتال؟ وين الاقتتال؟ وين 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 صار اقتتال؟ ما صار اقتتال؟ أين استشهد هؤلاء المجموعة من البشمركة أخي أحمد؟ حصل ذلك في الطريق، لذلك هناك اقتتال، لكن الحمد لله أن الأمر تدرك أنه كثير من القوات انسحبت حتى لا يحصل هذا الاقتتال، لأنه لا يصب في مصلحة أي أحد. نحن دائما ونقول مرة أخرى أن هذا الأسلوب لن يكون حلا للمشاكل، وإنما سيعقد المشهد بكل تأكيد. ونطلب حقيقة، نطلب من المجتمع الدولي والعقلاء والنخبة السياسية أن يعني حقيقة تطلق مبادرات من أجل أن لا يزيد المشهد أكثر تعقيدا والطين بلة، لأنه الاستمرار على هذا المنوال بكل تأكيد سيدفع الطرفين إلى التشنج أكثر. ولا يتصورن أنه فقط مجرد أن دخلت القوات الاتحادية إلى كركوك ومناطق أخرى أن هذا الأمر تم حله. بكل تأكيد نحن لابد أن نحاول أن نكسب قلوب كنتم أقوى، كنتم أقوى بالبارتي من كان إلى جانبكم في يعني في المجلس الأعلى للاستفتاء قبل الاستفتاء، شخصيات كبيرة من الاتحاد، كنتم أقوى باجتماع دوكان البارحة، كنت، لكن اليوم الموضوع اختلف. اليوم الموضوع اختلف، البارتي الآن في وضع لا يحسد عليه، معزول عزل تام عن كل القوى العراقية والكردستانية خاصة. لذلك أسألك وأقول اليوم أنتم في حالة صدمة، باكر من توعون من الصدمة، إيش راح تسوون؟ لا نحن لازلنا أقوياء، لسنا في صدمة، بالعكس هناك حقيقة شعور انتماء قومي للشعب الكردستان. عندما وجدوا الحج الشعبي يهينون العلم الكردستاني، وعندما وجدوا أنهم يرفعون رايات طائفية ويقولون اللهم صل على محمد بمجرد إنزال العلم الكردستاني، هذه يزيد شعب كردستان حقيقة إصرارا على موقفه. هذا الأسلوب وبهذه الطريقة حقيقة لا يزيد المشهد إلا تعقيدا إصرار شعب كردستان على هذا الذي قوى. ثم الأمر الآخر، لماذا التركيز على الاستفتاء؟ الاستفتاء ليس له علاقة بهذا الأمر، ما يحصل ليس له علاقة بالاستفتاء. الاستفتاء أجري وبعملية ديمقراطية ولا يمكن إلغاؤه، لأن هذا قرار الشعب وليس قرار حزب ولا قائد عسكري ولا قائد سياسي. فلذلك ما يحصل وسيحصل وما جرى وما يجري في كركوك وفي المناطق الأخرى ليس له علاقة بالاستفتاء، وإنما هذا الأمر حقيقة له حقيقة يعني كما أقول مؤامرة من أجل الحصول على هذه المناطق. المفروض تعاتب السيد مسعود برزاني وتقول له ليش أعطيتهم مبرر، أعطيتهم الاستفتاء مبرر حتى يسوون هاي المؤامرة؟ المفروض إيش، ليش صار الاستفتاء؟ ما له علاقة، بس كان مبرر كافي. خلي أشوف أستاذ محمد وأقول إنه يبدو الأمور يا أستاذ محمد راح يجروها لصدام أكبر. صدامكم دخول كركوك مو مثل الصدام مع البارتي ولا مثل الصدام مع، خاصة أنه أسمع السيد عرفات يقول جاي دفعونا بعد أكثر للتصلب بمواقفنا. تخيل المشهد إذا بقوا متصلبين بمواقفنا. بس خليني أعقب على كلمة بعدين أجاوب على هذا السؤال. التعقيب أنه إحنا آني وزميلي وصديقي الأستاذ جاسم أن إحنا فرحين نعتبره يوم سعيد، إحنا مو فرحين بدماء الشهداء، احنا نعتقد انه هذه خساره، وباسمي وباسم زميلي استاذ جاسم احنا نعزي اهلهم باحر التعازي، وهي خساره من العراق سواء كانوا كرد او عرب او تركمان او مسيحيين. هذه خساره كبيره، لكن ويتحمل مسؤوليتها من رسم الحدود في الدم، مو يتحمل مسؤوليتها. لكن احنا نقول يوم سعيد ويوم فرحين به، لان السلطه الاتحاديه بدات تصل الى مناطق غابت عنها منذ وقت طويل، وبالتالي اعاده السلطه، الشرطه الاتحاديه بها عرب بها كراد بها تركمان، وكذلك الجيش العراقي. انا يعني خمس الجيش العراقي مالي او يتمر بامري، هذا الجيش لكل العراقيين. وبالتالي سبب فرحنا انه ما عادت الامن في كركوك اليوم، ما عاد يرتبط بالاحزاب وتغيب الناس، وبالتالي دوائر الامن والاسايش تابعه لهذا الحزب او ذاك الحزب. شنو يضمن؟ شنو يضمن؟ لا هسه الان، لا الان سيعود امن وطني يرتبط بالحكومه الاتحاديه، امن للاحزاب، هذه احد مرتكزات الشراكه في كركوك. امن وطني، امن يرتبط بالاحزاب لن نقبل به.
وتحدثنا سابقا وقلناها يوم أمس ونقولها اليوم، لن نقبل بأمن في كركوك يرتبط بالأحزاب مطلقا. مآسينا وإشكالاتنا كعرب وكتركمان في كركوك كانت بسبب الأمن المرتبط بالأحزاب. أما عودة على سؤالك، أنا ما أعتقد، زمام المبادرة لا يزال، وأنا في هذا المكان أيضا تحدثت معك يوم 25 قلت لي اشتملك بغداد بعد من الأوراق، ما بقى عندها شيء، كنت تريد تستفزني في هذا المكان، قلت لك بغداد لا زالت بغداد لا زالت تملك الكثير من الملفات والكثير من المبادرات، ولا زالت تملك زمام الأمر في إعادة فرض هيبة الدولة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بل وحتى المنافذ الحدودية في هذا المكان يوم 25. ولهذا أنا أرجع أأكد لك أنه اليوم كركوك وغدا سهل نينوى وكل ما يسمى بالمناطق المستولى مرة ثانية عليها. كركوك عندي اتحاد، عندي يكتي صديق للجنرال، وجنرال نعم. مؤثر على يكتي ورتب لي الموضوع، انا اروح الصادم وين اروح؟ اروح على المناطق الاخرى، اروح على سهلنا ومنو عندي؟ القضيه النفسيه والمعنويه من يبدي بيها القضيه. هناك اردوغان ياثر، هناك اردوغان ياثر، هنا اردوغان ذيك المنطقه زمرت بيها. هذا بصراحه انا لو مكان السيد مسعود البرزاني اخرج اليوم واعترف بالذي حصل كان خطا، وأنا على إبطال قضية الاستفتاء والعودة إلى الحوار لإيجاد حلول لما هو موجود. تفضلت جنابك، إذا يبقى التعنت وقد يكون هناك تهديد، لأن بصراحة الحد اليوم تم تسليم المنافذ الحدودية إلى الجيش العراقي والمؤسسات العراقية، ويوم على يوم الرسائي راح يكون محاصر إقليم كردستان، وبالتالي هذه هذا الحصار. لا كل إقليم كردستان طبعا، وشنو يعني اذا المنافذ لا حتى يعني انا اتحدث بشكل عام، يعني بقاء الاستفتاء لا يزال مشكله، والاعتراف بالخطا هم فضيله، وبدل الان كما تحدثت اول مره يعني حقن الدماء وقضيه الحلول، علينا ان نرجع مره ثانيه، والا والله انا اقول وهنا خلي يسمعني كل الاخوان من زمن الاستاذ عرفات، إذا بقت أستاذ سيد مسعود البرزاني بهذا التعنت سترون الشعب الكردي والجماهير الكردية سيقومون عليه ويقومون به ويطالبون بتغييره، لأن القضية وصل إلى حد غير قابل للتحمل بعد. كيف الآن هناك ضغط على شعب كردستان في أربيل وفي سليماني وفي كل مكان، هناك مليون دولار ما أدري 1400 وشكيد، هناك ضغط اقتصادي، هاي روح بيها كل هذه المسائل على خطأ شخص واحد، وأكثر الأحزاب الكردية يرفضوها. هاي روح بيها السيد عرفات، أروح بيها السيد عرفات بعد إذنك سيد هوشار عبد الله. الدليل على اللي حكاه السيد جاسم محمد جعفر أن البارحة محافظ كركوك اللي طلب من أهالي كركوك الخروج والدفاع عن المدينة، حسمع كلام، كلها ظلت قاعدة ببيوتها الصبح شغلة وسياراتها والسليمانية ما حسمع كلام. هذا دليل على انه شعب كردستان ما راضي، فزعان حتى من القياده مالته، لان ما يجوا راتب ما عنده، فما راح. وبدليل قبل قليل الدليل اللي طانا ياسر محمد انه حتى البيشمركه اللي تحمي باي حسن انسحبت اليوم مباشر، القوات العراقيه طابتها. لا، اولا انسحاب في المكان اللي ذكره الاستاذ محمد جاسم انسحاب تكتيكي. الامر الاخر حقيقه هذا يعني الشعب الذي صوت للاستفتاء هو الشعب الذي ايضا يريد بقاء البيشمركه في كركوك، لكن نحن فقط يعني دعني اؤكد للسيد محمد جاسم ان الشعب لا يزال متمسكا بالسيد مسعود بارزاني لانه اصبح بطلا قوميا بكل تاكيد، لان الاستفتاء شاهدنا اقبال الشعب على التصويت لهذا الاستفتاء. الامر الاخر انا استغرب من زميلي واخي محمد جاسم كيف يعني هو انسان مثقف يقول لابد من الغاء الاستفتاء، هذا قرار الشعب كيف يلغيه؟ يعني هذا القرار يحتاج الى استفتاء اخر. الامر الاخر تحدث زميلي عن الامن في هذه المناطق خاصه يعني بيد الاستاذ محمد تميم، تحدث عن الامن في كركوك انه مضطرب الاحزاب، يا اخي الكريم هناك 100 ميليشيات في بغداد ولا سيطره للسيد العبادي عليها، اما المحافظات الاخرى ليس بيد الحكومه. تهريب وايضا نقل النفط ومطار نجف، هذا لا الجماعه ما ملتزمين بالدستور، التزموا انتم بالدستور جيد، الجماعه ما ملتزمين لا ببغداد ولا بالجنوب ما ملتزمين، وميليشيات التزموا انتم بالدستور، التزموا بالدستور وتركوا السيد العبادي وتعاونوا وياه ونفذوا وطبقوا الدستور في المناطق مالتكم. الجماعه يجوز العبادي ما يقدر للجماعه،
استاذ احمد وليد، انا دعني اقول قسما بالله، نحن اكثر الناس التزاما بالدستور، ونحن عندما قلنا نحن مع الحوار لكي ايضا نركز على الدستور، والمرجعيه الرشيده عندما قالت العوده الى الدستور نحن رحبنا ببيان المرجعيه، نحن مع تطبيق الدستور، لكن اخي استاذ احمد هناك 55 ماده تم خرقها، ماده 140 عطلت في سنة 2005 كتبناها، سنة 2007 تقف زمني ونحن الآن في 2017، إذا بغداد هي التي تخرق الدستور. نحن نحب، نحن صوتنا على الدستور، السنة أستاذ محمد السنة لم يصوت على الدستور، نحن والشيعة صوتنا على الدستور، لكن هذا الدستور مع الأسف الشديد الذي هو الضامن الوحيد. وسنكم بدأتوا تخرقوه، مبروك عليكم يا دروح حلوها، قلنا لكم من البداية ترى الدستور راح تخرقوه بعدين، تعال خلونا نكتب عقد شراكة آخر مع فرنسا. أستاذ محمد إجراء الاستفتاء ليس خرقا للدستور، إجراء الاستفتاء عملية. عجل شنو خرق الفلونزا الطيور؟ طبعا هذا 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 الكلام خلص، يعني عديت ايش قصر يوم 25؟ صار تقريبا 20 يوم صار لا لن ينتهي، لأنهم يطالبون بإلغائه، لن ينتهي بعد أستاذ أحمد، لن ينتهي بعد، يطالبون بإلغائه. ما راح يتراجعون، واضح جدا ما راح يتراجعون. مو سيد عرفات أستاذ أحمد ما راح يتراجعون، يطالبون بإلغاء وما راح يتراجعون. يعني أنا قلت سبقا كنت معك في برنامج، قلت لك أستاذ أحمد الاستفتاء كولادة طفل، هل تستطيع أن تقول لهذا الطفل عد إلى بطن أمك أم أن تريد أن تقتله؟ هذا الاستفتاء كمطر نزل، لا يمكن أن يعود المطر إلى السماء مرة أخرى. دعنا نتحدث عن مرحلة ما بعد الاستفتاء. لماذا تضخمون الاستفتاء؟ عملية ديمقراطية سلسة، ونحن نريد الحوار حول هذا الموضوع. هل نقوم بإرجاء يعني الاستفتاء؟ لا، يبدو أن هذا الطفل يبدو فعله سيء، يعني أول ما أجرى أحد كركوك. لا أستاذ أحمد، حتى لا الطفل، حتى هذا الطفل، يعني حتى لو كان هذا الطفل غير مشروع، هل تستطيع أن غير مشروع؟ عفوا؟ يقول حتى لو كان غير مشروع غير شرعي قصدك؟ يعني قصدي حتى لو كان هذا الطفل غير شرعي، هل تستطيع أن تقتله وتقضي عليه؟ جاوب أستاذ محمد، جاوب، جاي حمل المسؤولية، جاوب. والله أنا ما أعرف. لا لا عفوا، ليش ما أروح السيد هوشار اللي كان أصلا معارض للاستفتاء؟ سيد هوشار انت وكتلتك وكنتوا معارضين للاستفتاء، اذا كان الاستفتاء غير شرعي وطفل غير شرعي شلون اقضي عليه هذا؟ طفل وقت له؟ استاذ احمد اولا ارجوك ان توصفني بالوقت، يعني انا الان من اشد المعارضين على توزيعك للوقت. زين اخي العزيز، قضيه الاستفتاء بالنسبه لنا اجنده شخصيه حزبيه، وبالنسبه لنا مو هاي القدسيه اللي استاذ عرفات كرم حكى عليها، ولكن اخي الفاضل القضية الالتزام بالدستور بالنسبة لنا كتغيير أيضا خط أحمر. نحن نرى بأن الحكومة الاتحادية لديهم فروقات كبيرة تجاه الدستور بشكل عام، والدستور يجب أن يجمع الكل، هاي من جهة. ومن جهة أخرى لما قال أستاذ محمد بأنه اليوم عادت القوات العراقية إلى أماكن من زمان غابت عليها، أستاذ أحمد القوات العراقية في 2014 ما تم طردهم بقتال من قبل البيشمركة، تم طردهم راحوا وانهزموا بسبب عدوان الداعش. القوات البيشمركة ملأوا هذه المكان وحافظوا على هذا الأماكن بشكل عام، وحافظوا عليه حتى ما راح تكون مصيرهم مثل تكريد ومثل الموصل ومثل بقية الأماكن اللي صار عليه عدوان الداعش. بالتالي قضية التواجد البيشمركة في هذه المناطق في السابق كان إلى منفعة كبيرة بالنسبة لكل المكونات وليس فقط المكون الكردستاني، هاي نقطة بالغ الأهمية. بالنسبة للملاحظات حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، نحن نرى كتغيير بشكل عام بأن الالتزام بالدستور والالتزام بالمبادرة للمرجعية الرشيدة خاصة بدء الحوار مع المؤسسات وليس الأحزاب في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية مطلوبة. المشكلة هناك، المشكلة عويصة في الدولة العراقية، هناك شخصنة المشاكل، هناك شخصنة المشاكل. السيد العبادي يتعامل مع السيد المسعود البارزاني وهو يعرف تماما بأنه هو ليس لديه أي صفة قانونية. السيد الجبوري نفس الشيء، الكل يتعاملون مع الأشخاص، يعني الخلاف الموجود في السابق بين السيد المالكي والسيد البارزاني وهم نفسهم يغذون أنفسهم للخطاب الكراهية أيضا تسبب وولد كل هذه الإشكاليات الكثيرة في
تناقضت المكونات واختلطت المشاكل والتعامل يجتمع حول الدستور والتعامل مع المؤسسات. انا اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا سيد هوشير عبد الله النائب عن كتله التغيير النيابيه. شباب عندنا فيسبوك مو يلا خل وين العسافي؟ اه غانم السلطان العسافي، السلام عليكم. بدل ما تقول بدل ما نقول خيانه لما لا نقول حكمه لعدم سيل الدماء وحقنها. انا ارى ان من امر البشمركه بالانسحاب ايا كانت نواياه فقد حقن الكثير من الدماء. اللهم احفظ كركوك واهلها بعربها وكردها وتركمانها وكل اطيافها. من العلاء، علاء عبد الحسين، السلام عليكم استاذ احمد. المستفيد الوحيد من طبخه دوكان هو مسعود البرزاني وهيرو، لم تاخذ اراء اعضاء حزب الطالبان وبهذا تم التنصيب لمسعود زعيما للاكراد، وبهذا ظهر مصطلح الخيانه لاعضاء حزب الوطن الكردستاني ليتم تصفيتهم. غير ذلك تصريح سيد العبادي بوجه القوات الامنيه العراقيه بضبط الامن في كركوك بالتعاون والتنسيق مع البيشمركه، وهذا اتى بصفقة قاسم سليماني مع أعضاء الحزب الوطني الكردستاني في زيارة الأخير إلى أربيل. والله ما أدري. علي الخالدي، تمثيلية أمريكية إيرانية كبرى لتعزيز ثقة الشعب العراقي بحكومة العبادي بعد تحرير الموصل ويرجع كركوك، والغرض منها الدفع به إلى ولاية ثانية. هذا طبعا بالاتفاق مع الكرد الذين هم من أول ويعرفون أن كركوك ستكون أمانة في أحضانهم لمدة سنتين فقط، ولهم ما يخرج منها إلى حين عودتها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية مع تعهد أمريكي إيراني لهم بتربية مادية وجغرافية وحفظ ماء وجههم بعد فوز العبادي بالولاية الثانية. شكرا لكم على هذه التعليقات، مثير للإعجاب تعليق علي الأخير. نظرية المؤامرة. أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد تميم رئيس الكتلة العربية النيابية، رئيس اللجنة المالية البرلمانية سيد جاسم محمد جعفر النائب عن ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. أكرر شكري سيد هوشيار عبد الله النائب عن كتلة التغيير النيابية، وشكري لسيد عرفات كرم رئيس كتلة البارتي النيابية اللي نتمنى إلغاء الاستفتاء عودته سريعا إلى مجلس النواب. شكرا لكم جميعا، نشوفكم مباشرة إن شاء الله.